طيب انا زودت وقت الدرس، ما هو عقل الطالب برضه له قدره استيعابيه، ولذلك الوزاره محدده وقت الحصه ب 40 دقيقه. لا نتكلم علميا في النقطه دي بقى. لا معلش معلش خلاص سيبك سيبك من الوزاره، سيبك فاضي. لا سيبك سيبك من موضوع الوزاره. الوزاره محدده عشان حاجات كتير قوي، عشان 45 بس. لحظه ماشي، احنا بنتكلم علميا الطالب ممكن يستوعب لغايه 45 دقيقه بالظبط. حلو بالظبط علميا يعني، وبعد كده ياخد 10 دقائق ريست ويكمل. حلو. وده وعلى فكره دي اختلاف في روفر دي من الطلبه. في طالب ممكن يستمر لمده ساعه بيستوعب كويس قوي، ممكن طالب يستمر 120 دقيقه بيستوعب كويس جدا. لقد ايه يا دكتور؟ نعم لقد ايه؟ لقد ايه؟ يعني عقل الطالب ممكن يستوعب، ما انا بقول لك 45 دقيقه الاول. ماشي. حلو. ياخد بريك. ده طالب تمام. معين ده شريحه معينه من الطلبه. بعد كده ياخد ريست 10 دقايق ولا ربع ساعه. بعد كده في طالب تاني بقدرات تانيه ممكن يقعد ساعه، وفي طالب تاني ممكن يقعد ساعه. انا مثلا في السنتر عندي مثلا 20 30 40 طالب، تمام. انا عندي فروقات فرديه بين الطلبه. في طالب تيجي الساعه مسيو كفايه صدعنا، مسيو الحصه جايه نكمل. دور حضرتك بقى في النقطه دي، معلش هقول لك دور حضرتك في النقطه دي. بعد 45 دقيقه، بعد 50 دقيقه بالظبط، ادي لهم ريست 10 دقايق وكمل تاني. بنعمل كده بنفصل لما يكون مثلا انا عندي مثلا في ثانويه عامه اقل عدد ساعات ثانويه عامه ساعتين، بديهم ساعه وبعد كده بقول لهم بناخد ريست 10 دقايق او ربع ساعه، اللي عايز ياكل وعايز يعمل حاجه، اللي عايز يعمل ريفريش لنفسه، وبعد كده ايه نكمل. ال 10 دقايق ده ما بتبقاش نص ساعه، ما بتبقاش ساعه الا ربع، بتبقى صح؟ بتبقى إيه على حسب إيه إيه معلش على حسب معلش طب ما هقول لحضرتك احنا بنتكلم بواقع اهو. معلش لو انت حضرتك اديت له ريست 10 دقايق وهو خد نص ساعه، خلص الحصه ضاعت بقت ساعه واحده بس، يبقى بترجع لقدره المدرس على ازاي يقدر يدير الوقت، ازاي يقدر اوصل المعلومات اللي انا عايزها. يعني مثلا لو بشرح البطيخ الموزي مثلا، طبعًا. انا ما اقدرش اشرحه في تلت ساعه؟ لا اقدر اشرحه في تلت ساعه. لا في دروس واقدر اشرحه في ساعه مع ناس ثانيه. يبقى انا بوصل الوقت عشان اقدر اوصل المعلومه للولاد كلهم. الكلام دوت لو انا بتعامل في كبرايفت، لكن انا بتعامل مع لا انا بتكلم مختلفة. لا انا بتكلم على كل العموم، مش برايفت وسنتر، بتكلم دلوقتي على الاساس اللي احنا شغالين عليه والسناتر. انا بتعامل مع عقليات مختلفه. انت في البرايفت امسيو علاء، البرايفت امسيو علاء بتعمل ايه؟ الطالب بتهننه. انا كنت مدرس يوم الايام وعارف يعني صحيح. بتهننه انت بتاخده على راحته بالزبط. عشان ما يقولش عليك مدرس وحش. البعض شايف من اولياء الامور بيقول لك هو الموضوع كله ان كثير من مدرسين السناتر اعتماده الكلي على فكره الدروس الخصوصيه، وانه ليس موظفا في الاصل في مدرسه حكوميه او غيرها يعني، وبالتالي الشهر او الاثنين اللي هيقعدهم في الاجازه دول هيقعدهم من رصيده الماضي اللي جمعه خلال فتره السنه الدراسيه، بيصرفوا. فعشان كده هو حريص انه يبدا بدري، لانه البيت محتاج هم ومر. غير حقيقي الا نادرا يا استاذ عمر. هذا الكلام برضو مما يروج له لتشويش صوت المعلم. يعني بالله مش حقيقي. لا والله لا مش تشويش. لا ده مش تشويش. نعم انا متفق. اكل عيش. انا متفق يا دكتور. بس بالله هذا ليس من ضمن المقارب يعني. لا مش الكل. ايه مش الكل. طب بنسبه كام في الميه اللي هو اللي بيبدا بدا عشان خاطر الفلوس؟ لازم تعدي 5%. يا والباقي عشان مصلحه الطالب. لا لا ايه والباقي عشان مصلحه الطالب حجي. لا لا ليه؟ لان انا يا دكتور مجدي، انا بعمل حساب شهر 12. انا بعمل حساب شهر 12. انا بعمل حساب المراجعات اللي هتيجي زي ما قلت. والله يا حبيبي انت بتتكلم عن النقل دلوقتي مش على الشهادات. نعم ما خلينا نفرق بين النقل وبين الشهادات. النقل ايوه هتكلم عنها. النقل كده كده بص معلش معلش ما هقولها اضيع لك الموضوع ده كله. الوزاره قايله كده كده في النقل العيال بتنجح وخلاص. احنا بس خليك معايا واحده واحده. معلش تاخد دروس. لا ده هو خوف اولياء الامور على مستقبل ولادهم بس. يعني خوف اولياء الامور على مستقبل ولادهم بس. مش عايز يستثمر، مش عايز على فكره يا سيدي الفاضل بصوره منطقيه، هل التعليم عندنا بيطلع منتج صحيح؟ بيطلع منتج كويس للطالب؟ هل الطالب بيطلع اصل هي فكره التعليم ايه؟ دعوه تركه التعليم ولا هي لا هي فكره التعليم ايه؟ بس هقول لك يا مش على لا مش على بس لحظه هنتكلم دلوقتي على بس لحظه بس هكمل لك بس الفكره. يعني هو التعليم فكرته الاساسيه ايه؟ في كل مختلف مراحل التعليم ان انا اطلع ولد بيعرف يفكر. حلو صحيح يفكر. هل التعليم عندنا في مصر بيطلع الطالب يعرف يفكر؟ سكت صح؟ صح. معنى ذلك ايه؟ انا التعليم عندنا في مصر احنا بننقل الطالب من مرحله لمرحله ثانيه بس دلوقتي بقى. وبتكلم في مراحل النقل، انا ما بتكلمش في الشهادات. الشهادات ليها وضع خاص، ثالثه اعدادي وثالثه ثانوي ليها وضع خاص. اما مراحل النقل الوزاره اساسا كده كده بتعديهم. في اولياء امور اولا خوف اولياء الامور على مستقبل الولد هو اللي بيدفعهم لده. وعلى فكره ده جهل من اولياء الامور.
ولازم يعرفوا ان التعليم في مصر، التعليم في مصر على قد ما هو التعليم بنصرف عليه دم قلبنا، بنصرف عليه 47 مليار جنيه في السنه وحوالي 40% من دخل الاسره المصريه، الا ان التعليم والدروس الخصوصيه ما بتطلعش طالب بيفكر، بتطلع طالب بيحفظ معلومات ويحطها في الامتحان بس. هي ده فكره التعليم في مصر. خد بالك ان الكوبايه دي عهده عشان خايف من كتر انفعالك انها تقع. بس انا عايز اقول لحضرتك يبقى كده عايز اقول لحضرتك على حاجه، حضرتك اتهمت اولياء الامور ان ده عندهم جهل في التعامل مع مثل هذا الامر في فهم فلسفه التعليم. حلو، كلام جميل. طب ألسنا كلنا مبتلون بمثل هذا الامر؟ كلنا، ما احنا كلنا اولياء امور ومع ذلك احنا بيقع علينا ما يقع على الاخرين، واحنا شركاء في مثل هذا الامر. بداوا في 8 بدانا، بداوا في 7 بدانا، احنا للاسف في اول الموضوع انا قلت لحضرتك المشكله مشكله اولياء امور مش مشكله مدرسين. طب السؤال بقى، هل انا ما جيتش نوم على المدرسة، هل مشكله البدايه دلوقتي ان احنا من الممكن ان الموضوع يكون ليه علاقه بان دي مبادره اولياء الامور يعملوها بينهم وبين بعض في كل منطقه، ان احنا مش هنبدا الا في شهر 9 وبالتالي المدرسين لن يجدوا خيارا اخر غير ذلك، لكن فكره ان اطلب من المدرس هو يتحكم في مصير كل هؤلاء الطلاب اولياء الامور، اكيد كل واحد سيبحث عن مصلحته في هذا. انا مش رامي اللوم على المدرس خالص. نعم. انا رامي اللوم على اولياء الامور بس. احسنت، احسنت. اولياء الامور. نعم. هم الاساس في الموضوع. نعم. انا لو جيت مثلا عايز، انا بخلص ثانويه عامه لسه ما ظهرتش النتيجه، تمام، على فكره لسه بقى هيدخلوا الكليات والكلام ده كله. طب انا مع وقت عرض الحلقه يكون ظهرت الضغوط الاقتصاديه بتاعتي تفرض عليا ده. في ناس زي ما حضرتك قلت قبل كده في حلقات كتير، في ناس بتبيع الذهب بتاعها، في ناس بتبيع الجمعيات، في ناس بتبيع عفش بيتها عشان الدروس الخصوصيه برضه رأفتا بأولياء الامور. على فكره احنا في يوم من الايام احنا كنا مدرسين وعارفين الكلام ده بيحصل ليه. طب هل ثقافه ثقافه اولياء الامور لازم تغير، ولازم اولياء الامور كل منطقه يعملوا يعملوا تجمع وتكتل بقى ايا كان، جروب على الواتساب ويقولوا ما يا جماعه ما نبتديش دروس غير في اول الدراسه. انا مش بقول في اول 9 كمان، في اول الدراسه. وعلى فكره المدرس الشاطر يقدر يلم المنهج، وخاصه في النقل. معلش انا مدرس وعارف الكلمه الدنيا شغاله ازاي يعني. لو انا مدرس شاطر اقدر اكمل المعلومات اللي بديه للطالب اديهوله. بس لو انا عندي ايه ضمير، ما في مدرس ممكن يدخل حصه الساعه دي بتقف على 10 دقايق بس بيشرح فيها والباقي ما بيشرحش. صح. وفي بعض المدرسين ما عندهمش ضمير، بقول بعض المدرسين ما عندهمش مدرسين. اما في مدرسين كتير شرفاء وكويسين جدا، بس ثقافه اولياء الامور هي اللي بتفرض. انت لما تيجي تقول لي تعالى دكتور مجدي ابني ادي ابني درس مثلا، هقول لك لا طبعا هاجي لك. طب انا مجمعت لك مثلا 20 واحد وتعالى، اقول لك لا دخل جاي لي. ثقافه اولياء الامور هي اللي لازم تتغير دلوقتي. نعم. ولازم الافكار، احنا عندنا افكار كتير لازم تتغير يا استاذ عمر، مش التعليم بس يعني، احنا كثقافه شعب وثقافه اولياء الامور لازم تتغير في حاجات كتير، في في في, في الانفاق، في الصرف، في ازاي يبقوا عندي اولويات في المصاريف في البيت. صحيح. وازاي ما اروحش يعني اجري على مدرس معين عشان اقول له لا تعالى في شهر 8 ادي لابني درس. على فكره المدرس ده بيستغلك في بعض الاحيان. ليه؟ لان هو بنفس المدرس ده بيجي لك لو بدي ثانويه عامه، وحضرتك عارف يا مسيو علاء بعد ثانويه عامه في شهر 3 يقول لك ده المنهج لسه شويه، طب هكثف في شهر 4 و5. ما انت طول السنه شغال. مش ده بيحصل؟ وده بيحصل. طيب بيحصل، ولكن ده بيحصل في الواقع. ده بيحصل في الواقع. بيحصل. وبالتالي المدرسين ما عندهمش ضمير، بقول لك خلص المنهج، بيقول لك هكثف. طب خلصت المنهج بتكثف ليه؟ ده انعدام ضمير. النسبه قد ايه؟ ده لا كتير. النسبه قد ايه؟ لا كتير. لا كتير. مفيش احصائيه يا دكتور. انا ما قلتش احصائيه. انا ما قلتش احصائيه تثبت لا، لكن انا من واقع خبرته، من واقع تعاملي في المجتمع المدرسين، لا انا في كتير من انت ليه ليه حضرتك مطلع لي المدرسين ملائكه؟ المدرسين إيه؟ مش ملائكه على لا انا مش بقول لهم ملائكه ولا حاجه خالص. انا بقول اهل بتكلم على بشكل عام ان في مدرسين بيراعوا ضميرهم في الشغل. ردا على نقطه مهمه كان اثرها مسيو علاء في البدايه، بيقول انتوا ليه حاطين المدرسين في قفص الاتهام وليه كلامكم على المدرسين؟ الحقيقه ان المدرس بيتعامل مع جميع فئات المجتمع وطبقات المجتمع المختلفه، لانه اهم شخصيه في المجتمع. يعني انت تعرف حضرتك لو انا مريض هروح لدكتور. صحيح. ولا يستغني فينا احد عن طبيب، لكن انا يعني اكيد مش مريض طول السنه، لكن انا عندي تعامل مع المدرسين طول السنه يوميا. زمان 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 عفوا، انا على فكره صاحب البرنامج خليني اقول كلمتين. زمان كان الواحد فينا بياخد درس مثلا من بدايه المرحله الاعداديه وانت طالع. الوقت للاسف الشديد الولد في كي جي 1 قد رايح درس وجاي من درس، رايح درس وجاي من درس. فانا لو عندي في نفس البيت طالب في ابتدائي وطالب في اعدادي وطالب في كي جي، خدت بالك؟ فانا كل دول بياخدوا دروس وكل دول رابطيني جنبهم،
وكل دول انا مش عارف اروح مشوار يا راجل الا لما اشوف وضع العيال ايه الاول، دروسهم عامله ايه، اظبط نفسي على وضع عيالي. طب انا اقول لك فضلا على عدم قدرتي الماديه ان انا اعرف اكمل معاهم مسيرتهم التعليميه على وضع الدروس اللي عماله بتغلى يوم بعد الاخر. طيب. والغلاء علينا كلنا، لكن حقيقه الوقت اصبح الغلاء في ارتفاع اسعار الدروس الخصوصيه وارتفاع الاسعار في السناتر ليس مقتصرا فقط على المدن وعواصم المحافظات، لكن حتى وصلت الى المناطق الشعبيه والارياف. ما هو مدرس بيقول لك ما انا كيلو اللحمه النهارده 450 جنيه، خدت بالك؟ فبقول لك يعني الموضوع مرتبط باسعار السوق. الكلام حضرتك يا استاذ عمر، اتفضل يا سيدي. المدرس الطالب اللي في الكي جي هات او في ابتدائي بياخد خمس ست دروس تربويا، وحضرتك راجل تربوي، هل هيقدر يستوعب بعد ما ياخد ثلاث دروس في اليوم او درسين في اليوم؟ مستحيل. لا. ومش هيذاكر. اذا الدروس، وهل هو بيجمع في الدروس قد ايه من المعلومات وما ذاكرهاش؟ اصل هي الفكره في ده غير انه عيب على ولي الامر انه يروح يذاكر معاه ده بقيه اليوم. لا وخلي بالك ده الهوم ورك بقى، اقول لك ظاهره اصعب. نعم.